مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وقراءة جديدة لأهم ما يحدث في مصر والعالم. وأما بعد، في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام لدينا مجموعة من الاختيارات إن شاء الله نطرحها على حضراتكم، ونتابع بشكل خاص بعض التفاصيل من خلال هذا اللقاء. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بزميلي محمود شرف. محمود أهلا بك، ولقاء جديد. وأما بعد، أهلا بك يا محمد، وأهلا بالسادة المشاهدين. حلقة جديدة من أما بعد، ومع حضراتكم هنقلب في ملفين. الملف الأول فيهم هيبقى عن مهرجان طنطا الدولي للشعر في دورته الأولى، اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 30 أكتوبر القادم في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، على مدار 4 أيام من 30 أكتوبر ل 2 نوفمبر، بمشاركة حوالي 38 شاعر من أكثر من 15 جنسية ما بين أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وأسيا أيضا، وعدد كبير من الشعراء من الدول العربية بيشاركوا في عرس ثقافي جديد يقام على أرض مصر، ويمكن لأول مرة بتقام مثل هذه الأنشطة في جمهورية مصر العربية، ويمكن كمان في الوطن العربي كله. هنتابع مع بعض في فقرتنا الأولى النهاردة الحديث حول هذا المهرجان وأهميته وأهدافه ومن أين أتت فكرته وبقية الأسئلة في هذا المجال. نعم، على أي حال محمود، حتى هذه اللحظة المشاركة ربما تكون من حوالي 16 دولة حول العالم. يعني الفكرة، على فكرة أنا ربما التقيت بسليم صحاب هذا الرائع الجميل أو المختلف من حوالي 20 سنة تقريبا، وقال لي إن لما بيحبوا يحتفلوا بميلاد بيتهوفن مثلا بيحتفلوا في مسقط رأسه البلد أو القرية أو المكان اللي اتولد فيه وكذا. فالفكرة ربما تكون مستمدة من كده، أو أنت عندك إجابة أخرى. لماذا طنطا تحديدا؟ عندك إجابة فقط على السؤال ده؟ هو ولماذا مش طنطا؟ يعني الفكرة هنا السؤال العكسي. صحيح. السؤال العكسي، ليه طنطا؟ طب وليه مش طنطا؟ صحيح. القصة هنا إنه إزاي نقدر، إيه الهدف؟ يعني هو القصة هتاخدك لمناطق كتير. انا عندي بعض الكلام كتير جدا على الحكاية دي، لاني فعلا فاكر ان لما قالوا مثلا لو ام كلثوم بيحتفلوا بيها بتمايز هايرة مش في فندق شهير جدا سبع نجوم، هتعبد الطرق مثلا على الاقل لهذه القرية، خدمات جديدة تضاف لهذه القرية. الهدف تنشر الوعي. نعم، تنشر الحس الجمالي، تنشر ترتفع وترتقي بالذائقة الجمالية للمتلقي، تعرف الناس ان في حاجة اسمها شعر. انفصلت الحياة عن الشعر تماما في الفترة الأخيرة، مفيش جمهور، مفيش مش عارف ايه الكلام ده. هتروح طنطا علشان بقى في ناس عايشة في طنطا، فهتعرف ان في حاجة اسمها شعر في الدنيا، هتكسب جمهور جديد. طيب ليه طنطا؟ علشان يبقى في ثانية، عشان يبقى في ثاني في أماكن ثانية، باقي مدن ومحافظات في اسكندرية، عشان يبقى فيه في أسوان، عشان يبقى فيه في مرسى مطروح، عشان يبقى في كل مكان، لأن احنا من غير الثقافة في الشارع المصري، في المجتمع المصري لن نتقدم. وربما نضيع، محتاجين فعلا مزيد من الوعي في كل مكان. ودي خطوة مهمة قوي اننا فعلا نبقى في كل، يعني ربما على الاقل كل مكان عواصم المحافظات. صحيح. على الاقل يعني صحيح. ونسمع اسماء المدن دي من مرة جديدة ونتابع فيها ايه مرة جديدة، يعني كما لو كان مصر من جديد، اعادة اكتشاف مصر بشكل حقيقي وطريق. خريطة ثقافية لمصر. صحيح. موجودة طبعا مؤسسات وكذا، ولكن الناتج مش هو المأمول. الناتج بتاعها يعني مؤسسة زي هيئة أصول الثقافة مثلا منتشرة في مصر، أكثر من 500 موقع لها على مدار على مستوى الجمهورية، ولكن اللي احنا عايزينه أكبر بكتير من إنه مؤسسة واحدة تعمل. صحيح صحيح. أو حتى مجرد وجودها. لو تلاحظ إنه المهرجان طنطا ده مؤسسة خاصة، يعني عمل أهلي، مش تحرك خاص، مش مؤسسة رسمية. فاحنا محتاجين الجهود دي. لكن أنت قلت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، لأن ليها أيادي هناك. لكن أنت محتاج بقى تعاون، ما هو ده اللي تعمل اتصالات شرايين تتصل. ده اللي أنت طالبه، إنه يبقى في تعاون. صحيح. يعني ده أنت اللي محتاجه، إنه أنت تربط العلاقات ببعضها. وهذا مع إنه في تحركات خاصة. المجتمع المدني ليه دور مهم جدا لازم يعمله بقى، يعني يكفي ان هو كان في دكه الاحتياطي او المنطق او مش خليه يلعب شويه. تمام. على اي حال، الملف الثاني محمود، وهو معك ان شاء الله، مسابقه ومعرض مصر جميله، يعني او مصر جميله، يعني هذا عنوان مشاهدينا الكرام، يعني قامت هيئه الاستعلامات مؤخرا للتصوير الفوتوغرافي ده بيعقبه معرض للصور الفائزه، ومعه ايضا مجموعه من الصور المتميزه. الفكره يعني في الحقيقه
للوصول الى جيل جديد من المصورين او الفوتوغرافيين تحديدا بعد اسماء شهيره جدا في هذا العالم. الملف معك محمود ان شاء الله. فعلا مسابقه مصر جميله، يعني مسابقه كانت اقامتها الهيئه العامه للاستعلامات، واتبعت المسابقه بمعرض للصور اللي فايزه مع مجموعه من الصور المتميزه الاخرى ايضا. هنتعرف مع بعض في فقرتنا الثانيه في الحلقه النهارده من اما بعد حول هذه المسابقه واهم ما افرزته وقدمته لنا من فنانين فوتوغرافيين جداد ان شاء الله يسروا الحركه الفنيه في هذا المجال. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام هنروح لفقرتنا الاولى في الحلقه النهارده، ومهرجان طنطا الدولي للشعر في دورته الاولى، ومع زميلي محمد عامر بعد الفاصل. تابعونا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومهرجان طنطا الدولي للشعر. في الحقيقه ان شاء الله يعني مدينه طنطا عاصمه محافظه الغربيه ان شاء الله بتشهد هذا المهرجان في اواخر اكتوبر. يعني المشاركه حتى هذه اللحظه حوالي 28 شاعر من جنسيات مختلفه بيمثلوا حوالي 16 دوله. المهرجان ان شاء الله يستمر لمده 4 ايام. الانشطه بتاعت المهرجان هتقام في ساحات الجامعه تحديدا جامعه طنطا، اتحاد الكتاب بالمدينة وثلاث مدارس، ايضا في بعض الامسيات الشعرية تقام ليلا في بعض المقاهي او ثلاث مقاهي تحديدا بمدينة طنطا. تفاصيل اكثر مشاهدينا الكرام، لماذا طنطا، او كما قال صديقي محمود شرف، ولماذا يعني او لماذا ما فيش مدينة اخرى غير طنطا، ربما تكون هي بداية اننا مرة جديدة نرى مصر من جديد. على اي حال مشاهدينا اسمحوا لنا ان نرحب بضيوفنا الكرام، وابدأ من اليمين في الحقيقة بالشاعر الاستاذ منتصر عبد الموجود نائب منسق المهرجان. استاذ منتصر اهلا بك معنا. معنا مشاهدينا الكرام ايضا المهندس نبيل العيسوي المنسق الاعلامي للمهرجان. باشمهندس نبيل اهلا بك معنا. أهلاً بيك. يعني من يبدا لي فكره انه لماذا طنطا تحديدا؟ باشمهندس تقول لي ولا تفضل؟ لماذا طنطا؟ وليه مش طنطا؟ تفضل. ليه طنطا ليه مش طنطا؟ تمام. هو طنطا مش عشان طنطا تحديدا يعني، نعم. هي المساله مساله ان احنا عايزين نطلع من مركزيه العاصمه، نطلع للاقاليم. والاستاذ منتصر شاعر من اسكندريه، نعم، وهو من المنسقين للمهرجان. منسقين في اسكندريه؟ نعم جميل. نعم. يعني النقطه عندنا هنا ان احنا يعني ندفع بالثقافة في الأقاليم، ما تبقاش العاصمة لوحدها، ما تبقاش المركزية. مركزية العاصمة ممكن تكون مقبولة في الناحية الإدارية، نعم، إنما كنشاط يبقى النشاط كله مركز في العاصمة، ديت طبعا حاجة مش مظبوطة يعني. فإحنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نساعد المؤسسات إن إحنا نطلع من بره المركزية ديت، وبيبقى في استجابه يعني. نعم. ما هنتكلم بعد كده في استجابه. التحركات كانت يعني خلينا برضو اروح لبدايه الفكره. تابعت ميلاد الفكره يا استاذ؟ طبعا. هو مبدئيا يعني لازم اكد على دور وسائل الاتصال الحديثه في الانترنت واختلافه، اللي فتح مجال للشاعر عموما ولاي كاتب بشكل عام انه يقدم انتاجه ويقدم ابداعه في اكثر من مكان. نعم. سواء داخل مصر او خارجها. ده ترتب عليه خطوة أبعد من كده، إن أصبح المهرجانات العالمية بره سواء كان عربيا أو عالميا، فاختيارها للشعراء مش محكومة بالمؤسسة الثقافية للدولة اللي بتختار منها الشعر. نعم. بمعنى النهاردة مثلا بمنتهى البساطة ممكن أي شاعر تدي له دعوة لأي مهرجان عالمي بعيد عن وزارة الثقافة بتاعته أو بعيد، وده حصل معايا وحصل مع أستاذ محمود شرف ومع كثير من الشعراء من جيلنا واكبر. ليست المؤسسه الرسميه هي اللي بتتحرك، هي اللي هنا في تحركات اوسع دلوقتي. لانك انت ككاتب متواجد على النت بانتاجك وبابداعك سواء كان بلغتك الاصليه او بترجمه. نعم. فدعينا المهرجانات وسافرنا بره شفنا وكنا دايما بنحس بالغيره، لان احنا مش حكايه يعني اقل او اعلى، لكن مساله ان احنا قادرين عليها. نقدر. صحيح. نعم. ولان مردود ده كبير. على كل المستويات ادبيا. ازاي مثلا يعني ردود الافعال المتوقعه مثلا، فكره ان انت تعيد اكتشاف مصر تاني وتقدمها بعيدا عن مركزيه العاصمه اللي لحد اللحظه دي الجميع ربما اللي هم خارج القاهره يعني اما يجوا القاهره عشان الى حد كبير يكونوا موجودين او يتعبوا اكتر، مع ان انت قلت ان دلوقتي الاتصال بالعالم ممكن يبقى من اي مكان، لكن ما زالت فكره ان انت ربما الاقرب للاضواء
طول ما انت موجود في القاهرة، خارج القاهرة انت بتعاني بعض الشيء، الردود المتوقعة او يعني الايجابيات. هو برضو لو سمحت لي حضرتك في البداية، الخروج على العاصمة او على المركزية مش قمة في حد ذاته. نعم. بمعنى لا طب انا هخرج على العاصمة، هل ده في حد ذاته انجاز ولا في شيء ابعد انا بدور عليه؟ في شيء ابعد. اولا ان انت عندك كل مدن مصر بلا استثناء فاعلة وحيوية، فلابد انك تكون قادر على الخروج الى المدن البعيدة اللي هي بعيدة عن المركز او بعيدة عن العاصمة. فاحنا من ضمن طموحاتنا مثلا ان يكون في تربيطات مع مدن ثانية. احنا خطوة اولى، لكن هنقدم خبرتنا بعد كده عشان مهرجان في دمنهور، في اسكندرية، في مرسى مطروح، في السويس، في اسيوط. يعني دي اهداف بينا ايضا في الجميع وهنلاقي ناس سواد هناك يساعدونا في ده ويحققوا ده. طيب انا دايما بيراودني الفكرة لما محمود قعد يعني في البدايات خالص واقترح الفكرة ان مهرجان دولي للشعر في طنطا، فانا قلت له محمود اطلب لنا الاول طريق بري يليق بمن يأتي من القاهرة مثلا او من اي مكان الى طنطا. شايف ان ممكن المهرجان ده يشارك في فكرة تعبيد الطرق الى طنطا؟ هو نقل النشاطات والضوء من العاصمة للأقاليم دي في حد ذاتها نقطة يعني ليها انعكاسات تانية، يعني أكيد هيبقى فيه اهتمام، أكيد المحافظة حدث زي ده هيبقى فيه استعدادات ليه، فهتعود بالإيجابية طبعا على موقف زي ده. وفي نقطة عايز أضيفها في نفس النقطة وفي النقطة اللي اتكلم فيها الأستاذ منتصر، لما حبينا نخرج يعني من مركزية العاصمة ديت، وإن إحنا ما نعتمدش على إن المؤسسة الرسمية هي اللي تقوم بكل حاجة، لأن الناس في ناس بتلتقط بشدة وزارة الثقافة ما بتعملش حاجة، أصول الثقافة مش دورها كذا، يعني نقد بس، يعني هو دور إن هو ينتقد وبس. وفي نفس الوقت المؤسسات ديت ليها إطار رسمي، ما هيش مبدعة بطبيعتها في أي حتة، ربما ما هيش مبدعة يعني تحت المرونة في أنها تتحرك. أيوة فكرة الإدارة نفسها فيها نظام، والنظام ده ضد الإيه؟ أنك تجيب أفكار خلاقة وبتعمل أفكار مغايرة بعض الشيء حتى. يعني ممكن نفضل كتير كده لحد ما نلاقي أفكار تغير. أيوة بالظبط. فده دور بقى ناس تبقى وسيطة، يعني ما بقاش أنا معتمد اعتماد كله على المؤسسات. لا يبقى في ناس وسيطه، الجمعيات الاهليه زي ما احنا عملنا، جبنا الفكره لما جينا عرضناها على المؤسسات كان في استجابه كويسه جدا. يعني مثلا جامعه طنطا كان في استجابه منهم ان هم يتحملوا الاقامه بتاعه الشعر. قول لي تحديدا الاماكن او المؤسسات اللي رحت لها وردود الافعال وشكل الشراكه هيبقى معاها ازاي. لحد دلوقتي الاستجابه من جامعه طنطا في بالنسبة للإقامة بتاعت الشعراء، الجامعة هتشيلها، في عندنا بإقامة الضيوف من خارج المحافظة. أيوة نعم. بالظبط. وعندنا الهيئة العامة لقصور الثقافة هتتحمل الإعاشة بتاعتهم. نعم. استجابة برضو جميل سريعة. جميل. ومكتبة اسكندرية ديت هتتكلف المطبوعات المطبوعات الخاصة بالمهرجان. بالمهرجان. نعم. والخاص بالقصائد بتاعت الشعراء والكلام ده. ايه المشكلات اللي قابلتكم؟ يعني انتوا فكره ان انتوا بتحركوا مؤسسات ربما لديها ضوابط معينه تتحرك بيها، هذه الضوابط ربما لا تسمح بهذه المرونه في فكره الانتقال الى مدينه طنطا تحديدا واقامه هذا المهرجان الدولي للشعر. تمام. مع الاستجابه ديت يعني هو بطبيعته مش هيعمل حاجه خارج الاطر اللي هو ماشي عليه، انما لما تقدمت له فكره ما كانش فيه ممانعه، يعني كانت استجابه سريعه. يعني انتوا شاركتوا بالفكره وتحريك الامر وهو واقف، وعمليه التنظيم صعب انها تطلع من جوه المؤسسه. جميل. يعني عشان انظم الموضوع مرهق مش بسيط، يعني تفاصيل شديده. فين المتاعب كانت؟ المتاعب في ايه؟ في التفاصيل في كل لحد اللحظه دي اللي قابلتكم. ما يعني انك تعمل مهرجان دي مش حاجه سهله. يعني في تنسيق وبرامج وبتعمل لكل شعر البرنامج بتاعه وبتخطط الحاجه هتحصل ازاي، ومهرجان اربع ايام مش صحيح. مش كفايه، والناحيه التنظيميه والاداريه والاقامه والاعاشه والانتقالات والكلام ده كله مش سهل قوي. يعني برضه كلمه اربع ايام دي مسؤوليه. مش سهل. فعشان تطلب من المؤسسه انها تعملها في كل محافظه، لا اعمل انت التنظيمات والحاجات اللي هي ما تقدرش عليها، والدعم مفيش مشكله. يعني هم عايزين ينهضوا برضه بالثقافه. يعني جميل قوي زي ما يعني في دلوقتي فعلا دول بتتحرك كتيره جدا، ربما كمان عربيه بتتحرك في ان المجتمع المدني، المؤسسات الخاصه، رجال الاعمال بيتحركوا جدا جدا هم بشكل رائع، والدوله بتحمي. ده المطلوب. ما تبقاش معروف.
وتبقى يعني ابيض الاسود زي بعض متفرج انا عايز اتفرج وعايز انتقد ده. نعم صحيح. اقصد ان كمان ممكن مؤسسات رسمية تقول لك لا 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 يجوز ويوقف بدل ما يبقى ده كان متوقع بصراحه. نعم. مش متوقع يعني كان محتمل. نعم. تمام. انما الحمد لله يعني في استجابات جميل جدا غير الارض ان شاء الله. الحمد لله. خلينا اخد استاذ يعني منتصر فكرة الشعراء، أهم الشعراء برأيك المشاركين إن شاء الله، لو في ملامح عنهم ماذا تقول لنا؟ تمام. إحنا رأينا التوازن في الشعراء المشاركين، هو عددهم 38 شاعر، 9 من محافظة الغربية، 9 من محافظات أخرى، و 20 شاعر، 10 عرب و 10 أجانب، في جنسيات متعددة هتشارك وأجيال متعددة، ما قصرناش على الكبار فقط أو على الشباب فقط. وكمان لقينا تشجيع من ناس كتيرة، شعراء كبار رحبوا بالمشاركة، وشعراء شباب أيضا. يعني أخص بالذكر تحديدا ابن الغربية الشاعر محمود عاطف، كان له موقف يعني في منتهى الجمال. هو شاب صغير كده بادئ لكن موهوب جدا، بعت قال أنا عايز أشارك. فقلت له طب في البداية احنا يعني أكيد كان عندنا مشاكل وكده، فقال خلاص أنا برضو هحضر وهشتغل معاك وأشوف أي يعني أكون مساعد معاك. نعم. فكانت روحه جميلة جدا. بعد كده الحمد لله يعني كان في شعراء اعتذروا وكده، فعرفنا ان احنا لقينا له مكان. رعينا التنوع في الاعمار السنيه وفي التوزيع الجغرافي المصري، في شعراء من القاهره ومن بورسعيد والمنوفيه، في شعراء من بني سويف، ايضا عربيا من دول المغرب ومن السعوديه وعمان والعراق، اوروبيا في عندنا من فرنسا وايطاليا واسبانيا والسومالية المتحده الامريكيه والمكسيك وكولومبيا تقريبا. نعم. يعني خليني اعرف المواصفات، الاختيارات الشعراء كانت سنيه، جوده الاعمال، يعني على اي اساس؟ لا طبعا جوده الاعمال في الاساس في البدايه. كان من البدايه احنا يمكن انا قلت انا ومعايا استاذ محمود شرف كنا شاركنا في مهرجانات خارجيه وقابلنا شعراء كبار وان كان بعده غير مشهور في مصر، زي الشاعر الايطالي كلاوديو بوتزاني، ده شاعر مهم اعتقد. نعم. الشاعر جوسيان دي جوزيه فرنسية من اصل برتغالي، شعراء مهمة. وايضا بعض الشعراء العرب اللي هم لهم تواجد فعلي سواء كان من نشر في النشر داخل مصر او خارجها، زي الشاعر علي المخماري من عمان. فكان جودة الشعر وكمان تمثيل الشاعر سواء كان لمرحلة عمرية معينة او لجنسية دولة معينة. نعم. لكن جودة الشعر كانت البداية. طبعا انا عايز اعلق تعليق بس بعد اذنك. هي مش جودة الشعر، هي مكانة الشاعر، لان برضو المهرجان كمهرجان مش وظيفته ان هو يقيم الجوده. انا يعني اقصد ان الشاعر له رسالة. ايوه يعني شعراء شهير سنيا في اي مرحله سنيه، لان في فرص مثلا بتعطى للكبار ما بياخدهاش الصغار. وهذا نعم بتكلم في مراعاه هذه التوازنات السنيه والشهره وايضا الجوده، جوده العمل له اعمال. لو فرضناها على الشهره يبقى الشباب مش هيشارك مثلا. انا بتكلم في الصراحه المحلات الثانيه كمان يعني هو صح. يعني يا ريت نوجه رساله لكل شعراء مصر، ان كان في ناس كتير عايزه تشارك فعلا. احنا مش سنه واحده وهنقفل. نعم. احنا مستمرين ان شاء الله، هيكون في انتشار في كل محافظات مصر. جميل. فكره يعني الايام الاربعه المشاركات هنا الجمهور، الدعوه مفتوحه عامه الاماكن اللي هتكونوا فيها، يعني فكره ان الافتتاح هيبقى في ساحه الميدان الاحمدي او يعني المسجد الاحمدي، ودي ربما برضو غير مسبوق في فكره ان هو يكون مفتوح. لماذا وتفاصيل المناسبه للافتتاح؟ هل لديك تفاصيل يوم الافتتاح؟ تمام. هو في عندنا مشكله في الشعر لازم يعني نعترف به، العلاقه بين الشاعر والمتلقي. نعم. تمام. دي فيها ازمه. تمام. فعشان نتجاوز الازمه ديت قدامنا طريقين، ان احنا ندعو الناس انها تروح للشاعر تشوفه. أيوة. او ان احنا نعمل حاجه زي المهرجان، ان احنا نوصل صوت الشعر ده للناس. جميل. في الاماكن العامه وفي المقاهي والكلام دوت. فده تطبيقا للفكره دي. وطبعا مكان السيد البدوي ده معلم من معالم طنطا، فلازم يبقى المكان كدال يعني على العيد القومي ده، اظن محافظه يوم 10 اكتوبر في يعني قبل المهرجان بحوالي 20 يوم في نفس الشهر. ليه ما كانش في 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 في, في الحضور الكرنفالي ده في المناسبه؟ في عوامل كتير يعني عوامل المناخ، الوقت،
اليوم طوله قد ايه. يعني في عوامل كتيره بتخلينا نختار جمهور اكبر في العيد القومي للمحافظه مول السيد البدوي. ما مش هتفرق كتير يعني الفرق بسيط. لان احنا بناخد المعايير كلها في جميل. في الحسبان يعني ما بنبصش لحاجه وانتساح ليها ليها لسه ما زالت يعني لم تتضح. نص الشعراء نصهم هيبقى ليه قراءات وطبعا كلمه المنظمين والرعاه والكلام ده وفي طبعا اصول الثقافه هي اللي متوليه الموضوع. نعم. طيب هنا وزاره الثقافه شكل المشاركه دعمها شكل المشاركه ايه وزاره الثقافه مع عن طريق زي ما قلت لحضرتك الهيئه العامه لاصول الثقافه متكفله بموضوع الاعاشه فقط. لكن بتكلم عن المشاركات يعني هل ملفات يعني المطبوعات هنا فقط للدعايه ولا المطبوعات لاعمال الشعراء لاعمال الشعراء لاعمال الشعراء للاعمال دي حضرتك في اسكندريه الدعايه ودي مكتبه اسكندريه الدكتور خالد عزب. نعم يعني وزاره الثقافه فقط دورها هو التكفل بالاقامه والمشاركه الحفل بتاعه الاقامه جمع الطنطا. نعم الثقافه العربيه يعني الاحتفاليه في مختلف الختام مقرر ان هو يبقى في نادي طنطا ان شاء الله لسه ما نسقناش مع النادي بس ده المقرر يعني نعم. طيب خليني برضو اتكلم في فكره بقى انت قلتها يعني الجمهور احنا ربما يعني فكره التوقعات ممكن تتكسر جدا يعني ان هو ممكن يبقى متوقع ان الحضور يبقى متواضع وممكن يبقى فيه مفاجآت لان الشعر مثلا برأي كتير من الناس ممكن الناس مش مشغولة قوي بيه في هذه الفترة او هي بتبقى اولويات احتياجات وامور من هذا القبيل. قلت ان انتوا بدل ما تنتظروا الناس تيجي احنا هنروح لها. فهل ده يعني في جدول المهرجان فكرة الذهاب الى مدارس ايضا الى المقاهي ازاي هتروحوا للجمهور في القراءات الصباحية في ساحة الجامعة جامعة طنطا وفي مدارس ثلاث مدارس خاصة وحكومية وبالليل القراءات الامسيات هتبقى في المقاهي. فالمفروض ان يعني الاماكن دي كلها ليها رواد يعني الاعلان عن قبل وما وكذا يعني فكرة ان الناس تقول ايه ده كان في هنا ندوة ولا هيعرفوا ان في ندوة ان شاء الله. لا ان شاء الله هنعمل دعاية كل الكفة هتغرق شوارع المدينة وفي الشوارع تفعوها تاني ولا تسيبوها بعد انتهاء الملصقات عشان بعد انتهاء طبعا بعد الانتهاء بنشيلها بقى ان شاء الله خلاص نشيلها. لا يعني طب وايه رايك لو لوحات فعلا تحط عليها الملصقات وبعدين تترفع تاني عشان ده حتى في الانتخابات بيعملوا ما هي شركة الإعلانات اللي بتتولى الموضوع الرفع بيبقى خليني أتكلم في الجزئية بتاعت الذهاب إلى الجمهور أو دعوة الجمهور كيف تراها يعني في المهرجان؟ والله يا كنت يعني معظم المهرجانات اللي حضرناها كانت مبنية على الفكرة دي إن إحنا بنروح للجمهور. برضو المسألة يمكن حضرتك قلت كلمة إن الحضور غير متوقع ممكن يكون فيه مفاجآت. صحيح. لا هو أنا براهن رهان كبير إن الحضور هيكون كتير وكثير من خلال تجربتي الشخصيه في دول في مستوانا الاقتصادي والمادي او دول اغنى مننا كان دايما الجمهور الحيوي والفاعل هم الناس العاديين. يعني انت لو حضرتك شاعر وشاركت في مهرجان زي في مدينه سيتي الفرنسيه او في غرناطه في امريكا اللاتينيه بتفاجئ ان في رباط بيوت وفي موظفين متقاعدين هم بيكونوا اصحاب المداخلات القويه مع الشاعر بعد ما بيقرا القصيده بتاعته. احنا دايما عندنا بنحب نصادر وفي مش هقول اكاذيب في اهم ماشيين وراها ان الشعر ملوش جمهور او ان الشعر فن للصفوه ليس هذا وقته مثلا او ليس هذا وقته والكلام ده يعني انا شايف ان هو مصادره على الوعي الانساني عندنا طبعا طبعا. لا هتلاقي ناس كتير حاضرين وهتلاقي ناس كتير تحب تسمع وكمان احنا عاملين يعني تكنيك معين كده في العمل ان الحوارات مفتوحه مع الشعراء في متوقع في فكره بقى الشعراء الاجانب تحديدا اللي بيكتبوا بغير العربيه هنا الترجمات لهم وكذا تم تجديد الترجمات بالفعل بمشاركه مجموعه من المتطوعين مترجمين متطوعين يعني على درجه عاليه من الكفاءه ايضا في هيكون حريصين على حضور مترجم في كل ندوة بيشارك فيها الشعر بحيث يكون همزة وصل بينه وبين الجمهور. طيب متوقع العكس يعني مثلا الشعراء دي اللي هيحضروا ان شاء الله المهرجان مهرجان طنطا الدولي للشعر الاول في فكرة ان هو كمان ياخد مترجمات معاه وهو ماشي يعني بقاش مع المنتج عربي فقط ده شيء مستمر وارد هي شكل الانثولوجيا نفسه مبني على فكرة ان
في قصيده للشعر بلغته الاصليه نعم مع ترجمتها العربيه. ايوه العكس بتكلم هذا الشعر اللي يكتب بغير العربيه هياخد معاه ملف المهرجان بالانجليزيه مثلا. ده مستهدف، ده مستهدف بعد الدوره الاولى ان شاء الله لان ما جهزنالهاش بوقت كافي ومحتاجه مجهود شويه. واحنا بنتمنى بقى ان المركز القومي للترجمه يدعمنا في النقطه دي. صحيح ان يعني دي نقطه صعبه جدا ان عايزين القصائد العربي بتاعت الشعراء المصريين والعرب تترجم للشعر الاجنبي كل شعر على الاقل يعني في ملف خاص او كذا. العكس ده مستهدف من بعد الدوره الاولى. شكل يعني المطبوعات يعني مثلا بنتوقع فيها سطور حتى عن كل شاعر اهم اعماله او كذا للجمهور المترقي ده متاح؟ متاح طبعا. في سيره ذاتيه مختصره لان في شعراء كبار، فلو عملنا السيره الذاتيه الكامله بتاعت كل شاعر الموضوع هيكبر. مجلدات اختصرناها. نعم نعم. شكل المطبوعات متوقع تبقى يعني طبعا في حافظه خاصه مثلا بالمهرجان فيها ايه؟ بتشمل ايه؟ فيها البرنامج بتاعه الخاص بيه، فيها الانتولوجيا اللي فيها القصايد والقصيده اللي هو هيقراها في حفل الافتتاح والختام. وارشادات. جميل. طيب تسمحوا لنا نذهب الى فصل يعني ونعود لنكمل معا في هذه التفاصيل بعد فصل. المشاهدين الكرام مكملين مع حضراتكم وتفاصيل اكثر عن مهرجان طنطا الدولي للشعر او هذا في دورته الاولى ان شاء الله بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. ومهرجان طنطا الدولي للشعر في دورته الاولى. ضيوفنا في هذا اللقاء هم الشاعر منتصر عبد الموجود نائب منسق المهرجان وايضا المهندس نبيل العيسوي المنسق الاعلامي للمهرجان. برحب بحضراتكم مره جديده، اهلا بيكم. ان شاء الله يعني مهرجان موفق يحرك يعني المياه الراكده ويسمع يعني هذه الحاله ان شاء الله الابداعيه او حتى حاله من الوعي بثقافتنا. يعني خليني اعرف ازاي بتشوف ان ممكن المهرجان يشارك في او اهميته برايك وفي الحركه الشعريه في مصر كامله، مهرجان دولي للشعر في طنطا، كيف يغير الحركه الشعريه في مصر؟ تمام. هو طبعا النقطه اللي احنا قلنا قبل كده عليها اللي هي الوصول للمتلقي او محاوله الوصول للمتلقي او دعوته للشعر دي نقطه. النقطه الثانيه بتبقى ناتجه نتيجه ان المهرجانات دي بتعمل احتكاك او تفاعل ثقافي ما بين ثقافات مختلفه. نعم. ان لما بيجي ناس من بره شعراء اجانب، يعني عندنا 9 اجانب و9 عرب هيبقوا موجودين غير ال 20 اللي في مصر، بيحصل ان بيحصل بينهم تعارف، والتعارف ده طبعا بيبقى حاجه كويسه وحاجه مؤثره ويعتبر نوع من التفاعل الثقافي ما بين الحضارات المختلفة أو الثقافات المختلفة. فدي نقطة مهمة طبعا. والتفاعل ده برضو بيتم عن طريق الترجمة، بس الترجمة بتبقى متأخرة شوية، حركة الترجمة ما بتمشيش في نفس يعني مش متسقة مع سرعة التدفق الإبداع. فبيبقى برضو في فجوة ما بين الثقافات. ده لأن ما حصلش اتصال بالمركز القومي للترجمة مثلا، ولا لأن المترجمين مش موجودين، ولا لا بتكلم على العنصر البشري، هل لندرة وجوده ولا ما فيش لسه يعني الفكرة نفسها؟ لا هي عموما الترجمة مش هتبقى بنسبة 100% للإبداعات. يعني بيبقى حاجات انتقائية عمرها ما هتوصل، لأن أنا أنقل نقل كامل من ثقافة لثقافة. فهي ليه مع ان فكره ان قالوا كتير ان يعني عندنا مبدعين او يعني في فتره الابداع المهمه جدا جيل نجيب محفوظ مثلا اللي سبقوا ببعض السنوات وتلاه ببعض السنوات، قالوا ان لو كانت ترجمت كتير من الاسماء المبدعه في الوقت ده للروايه تحديدا او القصه القصيره حتى او مجموعه القصص كان ممكن كتير جدا من المصريين يعني يرشحوا لجائزه نوبل. تمام. يعني احيانا يتم اكتشاف المبدع بعد فوات الاوان او بعد بنتاخر شويه. نعم. فالمهرجانات بقى بتعمل ميزه في النقطه بتاعت تسهل او التاخير او الفجوه ما بين حركه الترجمه والتعريف بالمبدعين. المهرجان بيبقى المبدع بشخصه. نعم. يعني بيبقى فيه تفاعل وسريع، وفي نقطه الشعر بالذات مش محتاج وقت طويل، يعني مش روايه ولا حاجه بتاخد وقت. يعني الارسال والاستقبال سريع في نفس اللحظه، بيتم قراءه المبدع او يعني
يتخذ عنه انطباع يعني. صحيح. فتعتبر المهرجانات متممة ونتيجتها سريعة مع حركة الترجمة في موضوع التفاعل الثقافي. كان ربما من أيام قليلة جدا أستاذ منتصر ضيفنا الأستاذ أحمد فضل شبلول وهو سكندري وكان ليه أعمال وهو شاعر أيضا، كان بيقول إن يعني في بعض الأوقات بدأوا يعلنوا إن من ليست له قصيدة على الأقل أو حتى بيت شعري على الوسيط الإلكتروني فهو مش موجود شعر شعريا الآن. الوسيط الإلكتروني ودوره بقى في فكرة التقريب وتقليل الفجوة هذه، وفكرة إن الشعر ممكن الآن يقرأ في كل العالم في 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 وقت قصير جدا وقياسي. ده صحيح. هو برضو من الفعاليات المهمة احتفالية 100,000 شاعر من أجل الحرية اللي بتقام في السبت الأخير من شهر سبتمبر دايما، يمكن في 50 دولة أو أكثر على مستوى العالم بيقروا شعر في نفس التوقيت تقريبا. الفكرة برضو من ضمن أهدافنا في المهرجان، احنا يمكن على المستوى الشخصي على المستوى العام الواحد بيتألم عشان المسافة البعيدة ما بين الحركة الشعرية الحقيقية على أرض الواقع في مصر وبين مثلا الشعر اللي بيتقدم في المدارس او في الميديا، في فرق كبير قوي بين الاثنين دول. دور المهرجان بتاعنا هيقرب، لا يعني اعتقد انه هيسمع شعر اول مره يسمعه، هيستمع لقصائد ما استمعش للنسق ده قبل كده، وده هدف احنا بنفعله بقوه ان شاء الله. نعم. طيب خليني اخد ملامح كده مثلا لشكل الشعر المختلف برايك، يعني فكره هل افكار مختلفه تمام. كتابه بشكل مختلف تمام. اوزان شكل الكتابه حتى تفضل. والله انا هقول لحضرتك على موقف حصل يعني اثناء اللجنه التحضيريه، يمكن الاستاذ نبيل كان حاضر معانا وكان معانا ناس كتير بنستطلع اراء، فقلنا هناخد 9 شعراء من محافظه الغربيه. نعم. فاحد الحضور اعترض وقال يا الغربيه فيها 9 شعراء، شعراء ممكن تختاروهم؟ يا خبر. فوجئنا بسم الشعراء او على مستوى السم، سم كبير جدا اكثر مثلا كده يعني كتير. كتير يعني. وفي ناس يمكن اقول لك ناس زعلت واحنا مأجلين السنه الجايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه على المستوى النوعي بقى، اكتشفت مفاجاه مذهله، شاعر عملاق اسمه نسيت من فين واحنا نحاول معاه، شاعر خلف. نعم. لا التجربه ثقافه الناس المصريه والعربيه جديره بالدراسه والاهتمام. نعم. يعني انا مش عارف هذا الرجل لماذا اهمل كل هذه السنوات. صحيح. هذا الرجل كنت اقرا له سطور قصيره جدا وقليله جدا واجد انه قال قصيده كبيره يعني. اعتقد ان مجرد القاء الضوء على موهبه بحجم فاروق خلف. نعم. ده انا رحت بيه المهرجان. هو الان اظن تجاوز 60. تجاوز 60 على الاقل كثير. نعم. وجوده كرم من نعم صحيح من 30-40 سنه على الاقل. وفي نفس الوقت ايضا تعجب بالذهب اللي عنده في الكتاب. صحيح. هو تجاوز 60 هو مستمر في الكتابه، متنوع ومتعدد في الابداع، هو كاتب لقصيده الناس العربيه. ايضا عندنا شعراء من الغربيه، ايضا شعرنا الكبير اسمه محمد فريد ابو السعده. نعم. وهو شاعر غني عن التعريف. من القاهره الشاعر رفعت سلام، استاذ رفعت سلام ايضا شاعر مهم. استاذ مختار عيسى. وكثيرين يعني. نعم. طبعا على مستوى النسائي الشاعر نجاه علي، الشاعره فاطمه قنديل، شعرات كتير مشاركين معنا. خليني اخد فكره الكتابه بشكل مختلف، يعني هل بتحفظ بعض السطور مثلا تقول لنا يعني هذه النماذج مثلا لما سوف يعني يعلن او يلقى في المهرجان؟ لاي من الشعراء يعني؟ اي من الشعراء. نعم. والله هو في قصيدة الأستاذ رفعت أنا بحبها من قبل، بس مش عارف هو هيعرف المهرجان ولا لأ. يعني بيقول فيها: فلتنامي في حقول الفول نامي، وردة النوم الجميل أهديك حلما من فراشات ملونة وحلما من هديل. نعم. وأمد فوقك غيمة خضراء من غناء أو نخيل، والتناني بين أحلامي ففي غدنا سيأتينا السهاد المستحيل. نعم. جميل جميل جميل. أنا أذكر أني قرأت بعض السطور للشعر الكبير فعلا فاروق خلف، أظن من أكثر من 20 سنة كان ديوان اسمه أقود أحجاري أو ما شابه، كان يقول: يا صاحب النهر لا تمنع أحدا من عبور النهر، الامر او خذ الزمن الثمن فادحا من الاغنياء، وكذا عبارات يعني قصيره جدا ولكنها عميقه جدا وتبدو سهله لكنها يعني ليست بما يعني كما تبدو في الحقيقه. لا. طيب نماذج اخرى للشعر او انت بترى يعني شكل الافكار تحديدا ما اريد ان اقوله
بأي أفكار أنت تراهن على مهرجان طنطا للشعر؟ أفكار إبداعية يعني؟ أفكار نعم. على المستوى الإبداعي قلنا فكرة التقريب من الجمهور أن الأذن تستمع لنص جديد، فكرة أيضا تجاور الأجيال مع بعضها، شعر كبير مع شعر صغير، شعر عربي مع شعر أجنبي. هذا التجاور هيخلق حالة من الجدل وحالة من الحراك الفني والأدبي. نعم. طيب مهندس نبيل، خلينا اشوف ايضا، انت قلت لي في يعني اثناء الفصل ان عينك على الشراكات لمهرجانات دولية اخرى خارج مصر وداخلها، كيف يعني او من اين تأتي البداية يعني؟ هو طبعا الشعراء اللي هم جايين يقروا عندنا في مهرجانات دولية كتير. نعم. فالمهرجان بما انه موجود في مصر والشعراء المصريين بيقروا فيه مع الأجانب، هنبتدي نعمل بروتوكولات مع المهرجانات العالمية. لحد دلوقتي في 3 مهرجانات بنحاول يعني نوصل معاهم لنتيجة إن شاء الله، وفي مهرجانات تانية مستهدفة بحيث إن احنا بنستهدف إن الشعراء بتوعنا برضو يطلعوا يقروا بره، يعني زي ما احنا بنسمع الثقافة الأخرى عايزين التفاعل يبقى متبادل ما يبقاش باتجاه واحد. وبرضو النقطة اللي هتتممها زي ما قلت لحضرتك ان احنا عايزين نترجم الشعر بتاع الشعراء المصريين والعرب للأجانب عن طريق المركز القومي للترجمة اللي يدعم هذه الفكرة. نعم. لديك اهتمامات أدبية حتى تكون متحمس بهذا الشكل لمهرجان دولي للشعر في طنطا؟ يعني مهتم بالأدب. مهتم. نعم. لكن لا تكتب مثلا؟ لا لا. نعم. جميل. الرسائل اللي بتشوف انها يعني او تريد ان تصل من المهرجان الى حتى جمهور طنطا اولا، الى جمهور مصر كاملة، الى العالم عربيا وافريقيا واوروبيا وكذا، الرسائل من المهرجان برأيك؟ الرسائل من المهرجان اول حاجة من المهرجان نفسه ان هو من طنطا، دي عايزين زي ما قلنا نكسر موضوع المركزية العاصمة، دي نقطة مهمة جدا، ان انا انفتح على ثقافة الاخر وان انا ابتدي اشوفه، ان انا اطلع بمنتج المبدعين المصريين بره. ان انا اهم رسالة برضو من الرسائل المهمة ان يبقى لنا دور جنب الدولة، ما نسيبش كل حاجة على الدولة. نعم. والدولة بتستجيب لأي حد عنده نشاط عايز بتدعمه، يعني هات انت الفكرة وهي هتدعمك. نعم. فدي برضو رسالة مهمة جدا. خلينا اقولها مرة جديدة. يعني الفكرة هنا متاحة جدا لكل من يفكر لهذا الوطن، لهذا البلد مصر. اهلا وسهلا بافكارك للمؤسسات الرسمية تدعم ان شاء الله لصغار رجال اعمال ورجال اعمال المجتمع المدني وكذا، هناك شركات لصالح الوطن. تفضل. ومش عايزين مهرجان في طنطا بس، عايزين في كل بلد. نعم. في كل قرية. طنطا تبقى البداية بقى. دي البداية. نعم. او ديت اللي بنقول الاقاليم. الأقاليم. نعم. موجودة. نعم. شعرنا الأستاذ منتصر، هل من مختار شعري لنا في هذه الدقائق يعني؟ تفضل. في قصيدة عنوانها عزلة. نعم. وهي معالجة أدبية للوحة رسمها الفنان الهولندي فان جوخ لغرفته. هذه الغرفة المقبضة الكئيبة. فتخيلت لو ترجمت مفردات اللوحة دي لقصيدة نثر حول شعري. نعم. عزلة. على الأرضية الخشبية يزاحم الصمت وقع خطوات متخيلة، فيبالغ المصباح في تدليه لاستحضار خيالات غمرها بنور ضيق به ذرعا من خزانة ملابس استدرجت المائدة والكوب الذي نسي طعم آخر شفتين إلى التربص بسرير انحرف بوجوده إلى مرتبة موغلة في سهود الأرق، فيلقى الكرسي بهيئته المثيرة للشجن مشفقا على الجميع من أكذوبة الأمل الأخير المعلق بدلفتي شبات توشكان على الانفجار لمرأة خروج الرجل وقد اختلط صوت خطواته بقطرات من دمه تسطرت عليها الألوان التي لن تغفر مطلقا انسحاب شعاع بصرك بفظاظة تجرح ذهب الإطار. جميل. خليني ايضا اذهب معك لفكرة الرسائل اللي بترى انها
من المنطق انها تكون من المهرجان الى العالم يعني. يعني اول رسالة لجمهور طنطا او لجمهور اللي هيحضر عموما، مش هفين لجمهور طنطا بس في العالم، اي جمهور هيحضر، قال لهم ان الشعر زي اي فن بيكون محتاج روح طليقة وحرة في التعامل معاه، مش مقيدة بمعايير او باحكام مسبقة. دي اول رسالة. الرسالة الثانية احب اوجهها لكل شعراء مصر، ان احنا زي ما قلنا قبل كده، لا مش سنة واحدة هنوقف، احنا مستمرين ان شاء الله. في رسالة ايضا احب اوجهها عن طريق القناة النيل الثقافية، ان كل اللي شغالين في هذا المهرجان بيشتغلوا عمل تطوعي، ولا يعني ولا مصلحة لنا الا النفع العام لهذا الوطن. لا لكن من المنطق ان يبقى في عائد يعني الايام القادمة ان شاء الله، ربما في الدورة القادمة، ان يبقى يعني هذا اللي كان يكون فيه اللي هو الحافز المشاركة ومزيد من المشاركات، مطبوعات، ترجمات، ده يبقى فيه رجال اعمال هنا يعني، زي ما هو هيعطي يأخذ. لماذا لا تروج الثقافة ولماذا لا تأتي بالاموال؟ امر مطروح، لكن يعني ما فيش مقابل بيعادل نجاح في الانجاز. كل شيء تريد بالنفع العام فده اجمل يعني اجمل مكافأة اللي تنحصل عليها. انت شاركت في دول عربية واوروبية كثيرة في مهرجانات، وترى ان دلوقتي يعني ربما العمل التجاري او المال يدير العالم كما تقول هذه الحكمة يعني، او الكلمة المأثورة، فكرة انه يعني هنا رجال عمل هيدخل ان هو عارف ان هو كما ينفق ربما ياخذ اكثر او على الاقل ما يساوي. اين المشكلة هنا؟ المشكلة في خلق التوازن بين المضمون الفكري والفني المهرجان وبين الهامش المادي اللي هيتم التعامل عليه. بنقطة النقطة الثانية، لا هو في مردود اقتصادي هيتم عن طريق يعني حالة الحراك والحركة والندوات اللي هيتم عملها دي هتوجد حالة من النشاط. هذا ما اقصده على هامش مثلا المهرجان، هل مثلا من اشياء مكملة، اشياء ربما يبقى في معرض كتاب لبعض المشاهير او كذا، تستطيع ان انت تجيبوا عوائد اقتصادية؟ تمام. قبل النقطة ديت في نقطة مهمة، ان الدعم اللي بيبقى للفكرة دعم معنوي. نعم صحيح. واحنا رافضين اي حد عايز يدعم بطريقة تانية دي ممنوع. انا اقصد لا في الدورة الاولى ولا في الدورات اللي بعدها. انا اقصد ما الذي يمنع. لا ما ما الذي يمنع، ده كده الفكرة بتموت. نعم. لكن لم يفرض عليك احد ان تكسب لصالحه مثلا، او تفكر له او بمنطقه اذا اعطاك مالا. ما هو لا مش عشان النقطة ان هو يشتريني او حاجة. نعم صحيح. لا هي النقطة ان انت بتعمل حاجة الدافع ليها خدمة الادب. نعم. تمام. فلا ينفعش ان انا امتطي الادب عشان اهدافه اخرى. على اي حال هي وجهة نظر. انا لا ابحث عن نفع مادي، لكن اقول ان هذا ربما يغري اصوات جديدة ومشاركات جديدة للمشاركة، بناء مثلا مكان او مقر خاص، مصرح خاص وكذا، مسابقة لأهم شاعر مثلا، كل ده ممكن يبقى على الفكرة. نعم. خدمة المهرجان نفسه. نعم. انما مش خدمة مصالح فردية نهائي. انا اقصد خدمة المهرجان ان يدعم المهرجان. يدعم المهرجان. يدعم ويطلع مستوى الضيافة. صحيح. صحيح. يبقى انت في فيما بعد ربما انت يعني تروج او تسوق في دول اكثر او اكثر يعني عددا، ولو الفكره توسعت وموضوع معرض الكتاب يبقى موازي للحاجه، فده برضو حاجه بتخدم الفكره. نعم. على هامش يعني المهرجان هناك معرض للكتاب. بالظبط. ده مستهدف، ده مستهدف ان شاء الله السنه دي من اول دوره. جميل. يكون يعني ان شاء الله يبقى موجود. الحاج علي نائب رئيس الهيئه تجاوب معنا بشكل جميل بصراحة، وهو اللي اقترح الفكرة دي وبيفعلها بقوة. نعم. يكون في معرض كده. هبحث اذا عن كلمة اخيرة من يعني كلمة اخيرة فضل فرانس. كلمة اخيرة احب اقول للناس اللي هي بتنتقد ان الثقافة في النازل، فين دورك؟ نعم. فين تمام المواطن؟ فين دورك؟ انت عملت ايه؟ نعم. يعني ما مش عايزين شماعة. نعم. على المؤسسة تحرك او تحرك وبعدين تشوف اذا كان في استجابة ولا ما فيش استجابة. وعايز اقول للمؤسسات عايزين مزيد من الدفع بالثقافة وان هي تدعم اي افكار جديدة. جميل. استاذ منتصر لك كلمة اخيرة. يعني هي كلمة اخيرة وكلمة حق ايضا احب اوديها للشاعر الفلوس محمود شرف. جميل. منسق عام المهرجان. نعم. دايما اللي بيترقص شيء بيكون اقل الناس عملا بيشرف بس. نعم. لكن محمود عمل العكس المرة دي، هو وقت راح شغال فينا
استاذ نبيل شغله في الناحيه التنظيميه مهم جدا واعتقد ان هو عصب نجاح هذا المؤتمر. وبقول لاستاذ محمود يعني ما تزعلش مننا لو قصرنا احنا شويه, بس اوعدك ان احنا هنشتغل احسن الفتره الجايه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه فعلا يعني اعزاز وتقدير للزميل الشاعر محمود شرف منسق عام المهرجان. يعني كنا معاكم في الدقائق دي ومهرجان طنطا الدولي للشعر في الدوره الاولى ان شاء الله, يعني دوره موفقه وبالنجاح وان شاء الله تبقى الخطوه الاولى يعني وتاتي بعد خطوات كثيره. شكرا. ختام هذا اللقاء مشاهدينا الكرام لضيوفي الشاعر منتصر عبد الموجود نائب منسق المهرجان, شكرا جزيلا لك. شكرا ايضا مشاهدينا لضيفي المهندس نبيل العيسوي المنسق الاعلامي للمهرجان, شكرا جزيلا. شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعد فاصل ياتيكم الزميل محمود شرف ومسابقه ومعرض مصر جميله. اهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام, مازلنا معكم في هذه الحلقه من اما بعد, وفقرتنا الثانيه النهارده هنتكلم فيها عن مسابقه ومعرض مصر جميله. منذ اشهر في ابريل ومايو على وجه التحديد اعلنت مسابقه في التصوير الفوتوغرافي بعنوان مصر جميله عن طريق الهيئه العامه للاستعلامات. فاز اشترك في هذه المسابقه اكثر من 1000 فنان فوتوغرافي ومصور فوتوغرافي باعمال متنوعه. في 200 عمل من الاعمال اللي قدمت للمسابقه تم قبولها للاشتراك في معرض خاص بهذه المسابقه. 25 فائز حصلوا على جوائز من مسابقه مصر جميله للتصوير الفوتوغرافي, بالاضافه الى تكريم الالف فنان اللي اشتركوا في هذه المسابقه. مين جت الفكره وايه الاهداف من وراها وتفاصيل هذه المسابقه, هنتعرف على كل هذه الاشياء عن قرب اكثر مع ضيوفنا في الاستوديو النهارده. معانا المهندس جلال المثري كوميسير المسابقه والمعرض وايضا رئيس لجنه التحكيم. اهلا بحضرتك يا باشمهندس منور. كمان معانا الفنان والمصور الفوتوغرافي الصحفي واحد المكرمين الاستاذ خالد بسيوني. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. رحب كمان بالاستاذه بسمه خالد, هي مصوره فوتوغرافيه واحدى الفائزات في هذه المسابقه. اهلا بحضرتك يا استاذه, منورين النهارده ومبروك لحضراتكم. مبروك كمان يا باشمهندس على نجاح هذه المسابقه, وبالتاكيد انا والساده المشاهدين عايزين نعرف اكثر عن تفاصيلها والفكره, كيف جاءت فكره اقامه مسابقه مصر جميله وايه الاهداف من وراها؟ هي كانت مبادره من الهيئه العامه للاستعلامات, السفير صلاح صادق رئيس الهيئه والقائمين على المسابقه على الهيئه. هم لقوا ان هم بيطلبوا صور عشان تمثل مصر او تتعرض في السفارات ومراكز الصحفيه كانت قليله جدا, ففكروا ان هم قليله او قديمه لا تعبر عن مصر الحديثه, ففكروا ان كل الصور المتوفره معاهم يا اما قديمه ما عادتش معبره عن روح المجتمع المصري الحديثه او انها يعني مش فنيا مش كويسه, او مصورينها اجانب او اجانب. فالحمد لله اتشرفت ان هم اختاروني ابقى كوميسير, ووصلنا ان طبعا هو يعني فكرهم ان يبقى في شقين للموضوع ده. اهم حاجه ان المسابقه دي تبقى للمصورين المصريين اللي هم في مصورين خاصة بعد الثورة, في أجيال من الشباب طالع صور متميزة جدا بس مش لاقيين ينشروها فين, ومش لاقيين يعني آخرها بتبقى الفيسبوك أو صفحات الإنترنت. فكان الهدف الرئيسي للمسابقة إخراج الكنوز دي خاصة من المحافظات وعرضها للناس, والصالح منها يطلع بره الناس تشوفه وتستفاد منه. يعني في خطه انه يتعمل معارض للتصوير الفوتوغرافي بهذه الصور اللي اشتركت في المسابقه في الخارج كمان. الخطه ان يتعمل نواه لقاعده بيانات اساسها الصور اللي متاخده من المسابقه دي, ومع على مدى الايام تستقبل صور من اللي يعوز يشارك بصور قيمها في مصر. كويس ده الهدف الرئيسي, وتبقى متاحه سواء هيئه الاستعلامات او الوزارات اللي تطلبها عشان تمثل الصور دي, تمثل مصر تمثيل جيد.
الهدف الثاني طبعا الصور دي مش مجرد مش اخرها المعرض ده زي ما حضرتك قلت هيبقى فيه معارض محليه في محافظات اخرى وهتطلع معارض عربيه ودوليه. اهم حاجه في الموضوع انها هتبقى الصور دي مع صور اخرى نواه لموسوعه عن مصر جميله دي هتطبعها الهيئه وتديها لضيوف مصر او في المكاتب الخارجيه من سفارات ومراكز ثقافيه بيبقى في كتاب قومي يمثل مصر في اي حدث يبقى يتم اهدائه للشخصيه. فكده يبقى افادنا المصورين المصريين ابرزنا الجيدين منهم اللي ما كانوش معروفين او عدد قليل منهم معروف ومن ناحيه تانية افادنا مصر ان الناس تشوفها بوجهه نظر شبابها الجميله. المسابقه دي كانت قصر على المصريين بس عشان نطلع المصريين ميبقاش في منافسه من حد تاني. واعتقد ادت اهدافها. هرجع لحضرتك تاني وعشان اكلمك عن يعني رايك في انه لما يبقى في مسابقه زي دي فيبقى في 1000 مصور بيتقدم بعدد مش 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 قليل يعني في الحقيقه. بس خليني اقف برضو مع خالد. استاذ خالد دي اول مره تشارك في مسابقات للتصوير الفوتوغرافي ولا كان عندك مشاركات سابقه؟ لا انا بشارك باستمرار يعني باستمرار في مسابقات عربيه ومسابقات مصريه ومسابقات يعني اجنبيه ومعارض. انت بتشتغل مصور فوتوغرافي بشكل احترافي مصور صحفي؟ صحفي في مجله اكتوبر وطبعا شغلتي التصوير دي مهنتك يعني دي مهنه التصوير. ايه الاختلاف اللي انت لاحظته بما ان عندك خبرات سابقه في الاشتراك في مسابقات تصوير فوتوغرافي اماكن ثانيه؟ ايه اللي لاحظته من اختلافات حوالين ما بين هذه المسابقه اللي عملتها هيئه الاستعلامات والمسابقات الاخرى اللي اشتركت فيها قبل كده؟ لا هو مفيش اختلاف هو الاختلاف مسمى المسابقه يعني ممكن في رمضان مثلا مسابقه لرمضانيات فالاتجاه كله التصوير كله بيبقى على تقاليد رمضان وطقوس رمضان. مصر جميله احنا عارفين هنصور العنوان هو اللي الاختلاف عايزين مصر جميله يبقى معروف هنصور الصور اللي مصر يعني بتمتاز بيها بتتميز بيها. عناوين اخرى ممكن تبقى مسابقات اخرى فاحنا بنتجه مع المسابقات حسب العناوين وحسب المطلوب يعني. طيب استاذه بسمه كان انت واحده من ال 25 اللي فازوا في هذه المسابقه. برضو نفس الامر بالنسبه لك زي الاستاذ خالد انت محترفه يعني ولا دي اول مره؟ لا انا مش محترفه. انا هاويه بقالي كذا سنه بصور بس ابتديت بس من حوالي 10 شهور ابدا ادخل مسابقات واتعرض اكتر للمجال ده. المسابقه بالنسبه لي كانت يمكن يعني من اكبر المسابقات اللي اشتركت فيها. دخلت كذا مسابقه في خلال الشهور اللي فاتت في مسابقات برضه فزت فيها. المسابقه دي كانت مختلفه بالنسبه لي يعني من ناحيه ان عدد المشاركين فيها ان هي منظمه من جهه مسؤوله تقدر ان هي تنشر الصور دي على مدار على مجال واسع فكانت مسابقه مهمه يعني. يعني بعد فوزك في المسابقه دي وبتقولي لي في مسابقات اخرى كمان بدات فكرت تحترفي تتخصصي في المهنه دي ولا في المجال ده؟ الحقيقه الفكره لا يعني حاليا مش في دماغي. انا حابه الموضوع كهوايه حابه ان انا بعمله في وقت فراغي. بحب السفر وبحب التصوير فبالنسبه لي الاثنين بيبقى فرصه ان انا اهرب من الشغل والجو الروتيني بني اعمل حاجه ثانيه مختلفه. المهندس مهندس. طيب باشمهندس جلال يعني اعلان عن مسابقه لتصوير فوتوغرافي مصر جميله بدون تحديد اشتراطات معينه وبس انت تجيب لقطه تعبر عن هذا المضمون انه مصر بالفعل بلد جميله سيتقدم 1000 شخص. شايف العدد كبير ولا العدد عادي يعني؟ احنا يعني شايف عدد كبير. الاهم النوعيه اللي اشتركوا شباب جامعات شباب مدارس شباب معاهد دول الناس اللي احنا عايزينهم دول الشباب اللي هو هيعطي لفتره اكبر وقادر اما يكسب او يكرم
ويلاقي المردود ده هيدي اكتر ويهتم اكتر بالتصوير. وطبعا احنا لما بيجي يشوف المعرض ويشوف النتائج هيتعلم اكتر. فانا شايف عدد، وكان في تخوف الاول هو هيئة حكومية بتنظم يعني طب هتنفع هتكمل، ده كان غريب جدا يعني. الحمد لله تنظيم الهيئة العامة للسعادات كان قوي جدا، وكان في نظرة في كل خطوات نظرة، هم شغلهم منظم ويعني عندهم خبرة كبيرة جدا في تنظيم. انا طبعا يعني انا معهم في المسابقة دي، انا لاحظت كده تنظيم جيد واجتماعات وعارفين الخطوة الجاية ايه والمواعيد التزموا بيها تماما، وده انعكس طبعا في النجاح الكبير للمسابقة. الناس ما كانتش مصدقة ان جهة حكومية قادرة على حضر الالف مصور، حضروا في الحفل توزيع الشهادات، حضر عدد كبير بس اعتقد ان كان محافظات وليلا فالسفر بيبقى صعب. بس يعني ضمن النسبة العظمى حضرت يعني ضمن خطة الهيئة ان الناس دي هيكرموا تاني تبع في المراكز الإعلامية اللي في محافظاتهم ويستلموا الشهادات من هناك. وفي الحقيقة سؤالي غرضه انه اسأل عن حاجة تانية، هل من سبيل ايجاد طريقة يعني ما لعمل احتكاك ما بين دول علشان يتبادلوا الافكار والخبرات والاراء حوالين الصور؟ هو اعتقد في النسخة يعني دي المسابقة مهمة جدا، بس ممكن اعتبرها نواة لانه وكأنه ورشة عمل كبيرة جدا ضخمة يعني. المأمول في السنة الجاية يعني هو عاملين خطة كمان للسنة الجاية بإذن الله تكتمل، ان هيسبق المسابقة في نسختها الثانية عدد من الندوات والمحاضرات وورش العمل في مختلف محافظات. كويس، اعتقد دي هتبقى كويس، ده مهم جدا. مبدئيا في كتالوجات اتطبعت بنتائج المسابقة والمشاركين في المعرض، دي اما تتوزع ويتفرج عليها الناس يعرفوا المستوى اللي بيكسب ويوصلوا ان شاء الله. خالد يعني مش عارف لما يعملوا مسابقة شعر مثلا، مسابقة شعرية، ويقول لك اكتب في الموضوع الفلاني، فده بيبقى امر مستهجن جدا، لانه الشعر ما ينفعش تستدعيه بالضغط على زر يعني بشكل قصدي مسبق. انما الحال بيختلف مع التصوير الفوتوغرافي، يقول لك عايزين صوره عن مصر جميله، العنوان مصر جميله، فانت في مساحه حريه بالنسبه لك، هتختار اي مشهد من مشاهد مصر الجميله اللي بتعبر عن مصر الجميله بالنسبه لك. انما في الاخير برضو في توجيه ما يعني، ده بيمثلك ازعاج كمصور فوتوغرافي ولا القماشه واسعه جدا بالنسبه لك فالامور بتبقى بسيطه يعني؟ هو مش بيسبب ازعاج، هو بالنسبه للمصور الصحفي عموما هو في اختلاف كبير. يعني المصور الفوتوغرافي بيبقى القماشه بالنسبه له كبيره جدا، لان هو بيصور كل لقطه جميله بيشرفها، كل لحظه بتعدي علينا في حياته ممكن تبقى فيها نوع من انواع الجمال بشكل هو بيركز على الجمال في الصوره، لان هو ده اللي بيدور عليه. لو مصور صحفي الموضوع مختلف بالنسبه له، ممكن تبقى صوره جميله جدا بالنسبه له وبالنسبه للجريده وبالنسبه للصحيحه. يعني مش كده، قال الراجل اللي بيسرق يعني ممكن تبقى صوره جميله جدا بالنسبه للمصور وبالنسبه للجريده وتنزل صفحه اولى، بس هي لوحدها تحت الاقدام في مظاهره مثلا، فدي ما فيهاش لقطه جماليه بالنسبه للتذوق اللي هو الفوتوغرافي. ولكن بالنسبه للتصوير الصحفي هو موضوع مختلف شويه. صحيح. لان احنا بنعتمد على الشارع، بنعتمد على مشاهداتنا في الشارع، بنعتمد على لقطات معينه بتمثل طبقه. يعني شفت انه اختيار عنوان للمسابقه عمل لك توجيه ازعجك؟ لا، هو ما عملش توجيه، لان انت اوريدي يعني انت بتصور، فانت ممكن تسافر، ممكن تروح تصور ماتشات، ممكن تروح تصور منتجعات، ممكن تروح تصور، فانت برضو انت بتصور في الاخر يعني، ممكن تصور لقطات جميله بتتحط في اماكن مثلا بتصور فيها اماكن واسعه طبيعيه بالنسبه لمصر. فالعناوين هنا بتحددك، مش بتحددك يعني بفكره الشارع حضرتك قلتها، لا، هي بتحدد انت هتطلع ايه من الفولدر اللي عندك عشان تدخله في المسابقه ايه. ولكن انت بتصور ده كمان بيبقى كمصور فوتوغرافي وراجل ده تخصصك وشغلك، اعتقد ان عندك ستوك يعني، عندك شغل اصلا في مش هارد واحده، في كذا اكتر من هارد يعني. فبايت باشمهندسه بقى، باشمهندسه بسمه، لما دخلت المسابقه واللي قبلها، المسابقات اللي قبلها، مين اللي قالك انه الصور اللي انت بتصوريها ممكن تفوز في مسابقات؟ يعني ايه اللي اوحالك ان صورك دي حلوه يعني؟ يعني اللي اداني ثقه شويه، كنت دخلت من حوالي 10 شهور او حاجه،
ويكشوب ورشة عمل. كان ان احنا لازم نقدم الاول 10 صور، ولو اتقبلت لو العشر صور دول لليفل معين بتقبل وبقدر اروح لورشة العمل. كان الفنان احمد هيمن عمل. رحتي ورشة العمل ليه؟ هي كانت عمل ترافل فوتوغرافي، تصوير السفر. رحنا ده اللي جاب ده يعني. ده اللي جاب ده. لا انا بحب التصوير وبحب السفر، فلما جت ترافل فوتوغرافي ورك شوب فكانت بالنسبه لي خليط هو التمام يعني ده بالظبط. وسافرنا قعدنا يومين او ثلاثه في سانت كاترين، بنصور بالليل النجوم، بنصور شروق الشمس من فوق جبل موسى، بنصور الناس، بنصور البدو اللي هناك، بنصور الحياه. فمن هنا ابتديت احس ان انا بعرف اصور وبنعرف نتناقش في الصور وبنعرف نتكلم. انا ممكن اخد الموضوع لليفل اعلى يعني. المناطق اللي انت حطيت ايدك عليها من خلال وجودك في ورشة العمل دي، ايه اللي بيخلي الصورة دي جميلة اجمل من الصورة التانية؟ هي حاجات كتير بعينها اجمل من الصورة ما التانية اللي هي بتاخد نفس المشهد. ايه الابعاد اللي بتخلي الشخص اللي بيتفرج على الصورة يقول دي افضل؟ هو في التكوين، ده جزء من الصورة، الإضاءة، ان تبقى في الوقت المناسب في المكان المناسب، ده اللي بيخلي الصورة فعلا تبقى هي دي الصورة. ده اللي بيفرق صورة عن صورة يعني. زي ما بيقولوا يعني صورة رزق، هي بتبقى رزق يعني، نصيب. في اللحظة دي ممكن اخد صورة تطلع جامدة جدا، في لحظة اللي بعدها على طول تطلع اي كلام. بالظبط. يعني الشمس او الاضاءة مظبوطة مع حركة الشخص او السبجكت اللي قدامك، كل ده بيكون في الاخر الصورة الحلوة يعني. طيب باشمهندس جلال، حضرتك كوميسير المسابقة، ودي واحدة من المسابقات اللي بتعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي في مصر. ايه المسابقات الاخرى؟ شايف انه عدد كافي من مسابقات التصوير الفوتوغرافي في مصر مكافئ لكمية واعداد الفنانين والمبدعين في هذا المجال؟ يعني في مسابقة واحدة 1000 واحد بيتقدم، بعتقد انه في الاف غيرهم كمان ممكن ما يكونوش سمعوا عنها، ممكن يكون ظروف منعت او كذا، انما اكيد في عدد كبير برضو. هل في مسابقات اخرى مكافئة لهذا العدد من المبدعين؟ في مسابقات يعني صغيرة على مستوى الجمعيات والنوادي، دي صغيرة قوي كل واحد بيعملها لأعضائه. احنا بنأمل ان الحكومة تهتم اكثر، خاصة وزارة الثقافة. وزارة الثقافة القطاع التصوير جزء كبير من الفن التشكيلي، فانا حاسس ان مفيش اهتمام كبير فيه. يعني لو شفت المسابقات المعمولة ضيقة جدا، ويمكن يعني صالون النيل اللي هو موجه للتصوير واقف بقاله 4 سنين. ما فيش معرض عام، قليل جدا اخدت فيه 8 صور السنة دي من كذا الف مصور. فانا بدأ يعني الحكومة انها تهتم اكتر بمجال التصوير. كمان كان عندي تساؤل كده او دهشة شوية، من انه هيئة الاستعلامات هي اللي تعمل مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، في حين انه في مؤسسات معنية اكتر او ريليتد اكتر يعني بالمسألة. هو ده جزء من اهتمامها، بس طبعا كان ممكن يبقى جهات اخرى تهتم اكتر. فاحنا بندعو الجميع، مش عيب ان الهيئة العامة، ده جزء من احنا مش بنعيب ده طبعا. بنندهش انه هيئة الاستعلامات اللي ده مش دورها تعمله، بينما في مؤسسات ده دورها ما بتعملوش. بالظبط. فاحنا بندعو كل الناس، التصوير بقى في كل بيت، والتصوير حتى بالموبايل بقى الناس فيه اهتمام بيه، وخلاص الموبايل ده في جيب كل واحد، في ايد كل واحد. يعملوا مسابقات، شجعوا الناس، هتطلعوا جي عدد كبير من المصورين دول، هيفيدوا مصر. ممكن يبقوا بروفيشنال بره، يحترفوا بره، او يبيعوا صورهم بره، يبقى جزء يمكن من دخل مصر يجي عن طريق التصوير زي ما حصل في اسيا. اللقطه اللي اشتركت بيها في هذه المسابقه يا استاذ خالد كانت ايه؟ كانت عن ايه يعني؟ كان هو كان في يعني. كان في يعني اشتراك لكل مسابق ب5 لقطات. خمس لقطات. يعني هو بيختار 5. يعني عندك اريحيه في انك انت ممكن تختار 4 5 حسب ما انت شايف. لقيت 5 لقطات ممكن تشترك فيهم. ولا انا نسيت يا دكتور باشمهندس؟ كويس مظبوط. كان ايه يعني كانت ايه افكار ال5 لقطات اللي اشتركت فيهم؟ اشتركت بقى 1000؟ لا انا اشتركت 5 فعلا. كان في لقطه ولد صياد ماسك بالمداف بتاع المركب،
انا كنت راكب مركب في اسكندريه وماشي بصور اي حاجه قدامي يعني. فهو اللقطه هو لف وراه كده وراح باصص لي كده وبيقدف والشبكه بتاعت الصيادين جنب منه وراح بتسمي ابتسامه هو مش يعني ابتسامه ساحره مش ما يعرفش هو بس كده وبيضحك يعني. فانا كنت بالصدفه جاهز وصورته. هي دي اللحظه اللي بتقول عليها الباشمهندس اللي هو رزق يعني في اللحظه دي ابتسم فبقت لطيف. انا صورته عشان هو كمان كان بعيد عليا شويه صورته ما خدتش ما شفتش الصوره يعني كانت حلوه او وحشه لان انا صورته فعلا كام صوره وما بصيتش لان انا كان في حمام في مركب تاني حمام في مركب تاني بيطير فدخلت على الناحيه التانيه فلما رحت بفتح الصور فلقيته ابتسامه بتاعته ساحره. اه ما صدقتش ان انا صورت الصوره دي بصراحه يعني. دي لقطه. وفي لقطه ثانيه القاهره بالليل والعربيات ماشيه وكنت عايز اقول في الصوره دي ان القاهره فعلا بتبقى جميله جدا في بالليل ومش موضوع بالليل وموضوع بالنهار بالنهار ناس لا هو بالليل اشرار يعني لا بس هو بالليل بالليل بيبقى الجو صافي شويه الاضاءه بتدي جمال للصوره بتدي ففي لقطه بالليل مع انها في شارع عادي جدا هنا في وسط البلد بس باينه بالشجر والورد باينه شكلها حلو جدا كويس. وفي لقطه ثالثه لسيده ماسكه قضبان قضبان بشقتها او بيتها يعني شباك يعني وبتبص بابتسامه جميله ابتسامه رضا عجبتني جدا ابتسامه رضا اللي عندها ما عندها طبعا زي كل الناس عندها مشاكل اكيد كثيره بس بتسميها عموم الدنيا يا اخي بتسميها كانت يعني عنوان جميل جدا للصوره جميل جدا. وفي لقطه رابعه وللاسف يعني بنعتذر للساده المشاهدين احنا ما عندناش اللقطات دي يعني ما كان المفروض نجهزها من قبل كده الفلاشه اللي انتوا جبتوها ولا بتاعتنا ولا بتاعتنا موجوده فيها فيروسات فللاسف ما عرفناش نشغلها فانت الاول تبقى تعمل سكان للفلاشه بتاعتكم قبل ما تكمل فدي اللقطه من ضمن اللقطات الخمسه اللي انت قدمتها اللي هي السيده المصريه الجميله اللي بتبتسم مع كل الهموم اللي ممكن تبقى بتعاني منها ورا قضبان الشباك بتاعها. طيب خليني كمان اعرف برضو من الباشمهندسه بسمه عن اشتركت بكام لقطه خمسه برضو؟ برضو خمسه. ايه اللقطه اللي فازت فيهم؟ اللقطه اللي فازت كانت في سفاري بين الغردقه والسفاجه يعني جوه عند الجبال لما بنروح بيقدموا لنا شاي وفي صينيه كبيره بتاعتهم وكلنا خدنا شاي وكلنا خدنا شاي وبعدين اللي خلص ابتدى يرجع الشاي بتاعه في صينيه وانا كنت ماشيه خلاص يعني جزء من البرنامج ان احنا هنروح مكان تاني بيعملوا بالظبط فانا ماشيه لقيتهم الشاي ابتدى يتحط في الصينيه فوق الكليم السجاجيد الكليم ورمله باينه وشكلها يعني الصينيه مدوره وشكل الفناجين فيها محتاج ان هو عجبني شكله عجبني مع الالوان مع الكونتراست يعني حبيت اصوره فانا وقفت صورته لسه كنت فاهمه انا بعمل ايه كله جاي يحط كوبايته وماشي وخلاص وانا وقفت فعلا صورتها وهي دي الصوره اللي فازت يعني يعني فكره انه الفنان فعلا عنده عين مختلفه ده فكره حقيقيه يا باشمهندس يعني لفت الباشمهندسه بتحكي عنه ده يثبت فعلا انه الفنان هو حد تاني حد مختلف دلوقتي يعني رحله 40 واحد كلهم بينزلوا يصوروا نفس المشهد ليه مشهد منهم هو اللي بيكسب والباقي بيبقى عادي دي موهبه ربنا بيديها للناس انه بيكون المشهد في دماغه ويحاول ينفذه بيشوفه قبل ما يتنفذ بالظبط ويحاول ينفذه بادواته اللي هو معهوش غيرها اللي هي الكاميرا وربنا بيوفق ويرزقه ان الصوره تطلع كويسه وان المحكم عجبته ده كل ده رزق اللي بنتكلم عنه اكيد انا بتكلم في العموم انه الفنان فعلا هو صاحب عين مختلفه عن انا بقول انا بقول في الفيلم لما تيجي تخرج فيلم او تنتج فيلم في منتج ومخرج ومؤلف وكاتب قصه وكاتب سيناريو ومدير تصوير ومدير اضاءه كل دول لو واحد منهم ضعف الفيلم كله بيضعف صحيح في التصوير كل واحد هو شخص واحد لو قرار من قراراته اخذها مش مظبوط الصوره اللي هو المنتج بتاعه بيطلع غلط او بيطلعش كويس او ما بيعجبش الناس
او ما يبقاش فارق يعني ما يبقاش حاجه فارقه فما تلفتش الانتباه. يعني الصوره عاديه احنا مسميها النداء البصري. الصوره بتناديك الصوره يعني زي صوره صوره مختلفه. احنا بندور قميص شاي عليها كوبايات على ارض على كليم يعني احنا بندور برضه على الصوره المختلفه. في صوره من اللي كسبت صوره الهرم مركز من المراكز السابعة او الهرم صار ملايين المرات ده كل يوم بتخلي انا بكلمك ملايين المرات. طب ايه اللي يخليه يكسب تاني؟ اكيد هو واخده بطريقة اعجبه بيها الحكام. الحكام المرة دي كانت قال يعني قوي كان يطلع من تحت ايدين صورة الهرم اللي هو عادي متصور يبقى عارفين بيه. مش هبقى انتهي فممكن تقول لحضرتك اسماء المحاكمين. كان الفنان الكبير شريف سنبل، الفنان الكبير حسام دياب، الفنان الدكتور محمد اسماعيل، وشرفنا سفير من الخارجية السفير عز الدين. كويس. دول طبعا كنت رئيس اللجنة. دول طبعا ناس. ما قلتليش بقى الجوائز. الجوائز اللي هي الى الان الاول 5000، الثاني 3000، الثالث 2000، ومن الرابع لل 23000 مع ميداليات ذهبيه. بس مش دي الجايزه يعني للناس. الاسم اللي بياخد جايزه عن مصر وان شغله ده في يوم من الايام هيتعرض في سفاره مصر في امريكا او في كندا دي حاجه كبيره قوي. يعني في تفكير انه الفلوس او يعني القيمه الماليه للجائزه تزيد يعني؟ لا الفلوس خدوها الناس خلاص. خلاص. لكن انا قصدي مش القيمه الماليه هي اللي بتشد. صحيح يعني مفهوم طبعا انه القيمه الماليه مش هي الاهم في انا بحكم في ناشونال جيوغرافيك. اما اخد جائزه من ناشونال جيوغرافيك مش فارقه معايا فلوس ثانيه. الاسم جامد. اما انا اعرف ان صورتي وانا ما حصلش معايا كده. انا بقى لي بصار 10 سنين ما حدش يهتم ان يقول لي هات صورتك احطها لك في سفاره مصر في كذا، مع ان كل المصورين المصريين عايزين كده. فانا عشان كده انا مبسوط جدا من المبادره بتاعت الهيئه دي لانها حققت امال واحد من محافظه صغيره من مركز صغير فجاه يلاقي اسمه محطوط في سفاره كبيره في بلد كبيره. دي حاجه كبيره قوي قوي قوي. صحيح صحيح. خالد اخيرا قول لي المسابقات. يعني انا يمكن سالت باشمهندس من شويه عن فكره انه عدد المسابقات المخصصه للتصوير الفوتوغرافي في مصر هل كافي ولا غير كافي؟ هو مسير مسابقه فانت ممكن تكون عندك رؤيه مختلفه للاجابه على هذا السؤال. والله ماهر انا مش شايف في مسابقات في مصر عموما يعني اصلا. احنا كلنا كل المصورين صحفيين او مصورين بشكل عام بيشتركوا في مسابقات بره. يعني الامارات، البحرين، كل الدول العربيه بتعمل ليها مسابقه سنويه باسمها باسم المنظم. يعني في كل دوله في مسابقه عن التصوير بتعمل. مصر ما فيش مسابقه محدده، ما فيش مسابقه كبيره باسم مصر باسم القاهره حاجه كبيره جدا هتشد الناس والعالم كله يعني. فكل دوله من دول العربيه اللي حواليها مش بتكلم عن الدول الاجنبيه، مع ان الدول الاجنبيه احنا برضه بنشترك فيها ان كان في الورد بريس فوتو او في المسابقات العالميه الاخرى كل الناس بتشترك فيها. من مصر الدول العربيه عامله مسابقات سنويه، احنا هنا محتاجين نعم يبقى في مسابقه سنويه باسم القاهره باسم مصر باسم مسابقه كبيره جدا تبقى معروف بيها مصر. شهر كذا هنتقدم بيها، شهر ثلاثة يبقى في التحكيم يبدا يختار، يعني يبقى في مسابقات. طب ايه في رايك يعني ايه اللي بيمنع انه ده يحصل يبقى موجود؟ يعني ايه المانع انه ده يحصل في مصر؟ والله هو ممكن يكون الموضوع مش في البال قوي يعني مش شايف ان في مانع يعني هاي السلامات مشكوره دي مسابقه وهم بيسلموا الجوائز اعلنوا عن المسابقه الثانيه اللي هي السنه الجايه. يا اخي ده حاجه عجيبه اللي انت بتقوله. انت بتقول لي ممكن ما يبقاش في البال قوي. كل مجال نتكلم فيه مع اصحاب الشأن فيه يعني مع في القصه نتكلم مع بتوع اللي بيكتبوا قصه قصيره مع في الشعر مع الشعراء في الروايه مع الروائيين فبيقولوا نفس الكلام اللي انت بتقوله. الناس مش مهتمين او من هم مهتمين بايه؟ يعني هم مفيش اهتمام بشعر، مفيش اهتمام بروايه، مفيش اهتمام بتصوير فوتوغرافي، مفيش اهتمام بفن تشكيلي. طب هم اللي شغلتهم بقى دي مهتمين بايه؟ مش في البال. وانا بقول مش في البال وانا قصدها لانه ممكن لما يدعى لمسابقه عشان يسلم فيها جائزه بيطلع منها بيقول انا هعمل مسابقه في مصر. يعني اذا هو افتكرها دلوقتي لما دعى للمسابقه بره انه يسلم فيها جوائز ويتكرم فيها هو كمان لان هو حضر ضيف بيطلع من المسابقه يقول انا هعمل مسابقه في مصر عشان كذا كذا كذا. اذا هو افتكر كان ناسي وافتكر.
هو موضوع زي ما انا قلت بالظبط كده، موضوع مش في البلد، حاجه مش جديده ولا حاجه يعني غريبه، انه يبقى فيه مسابقه علشان تشجع الناس، تحفز على الابداع، على مزيد من الابداع، تعرض للابداع ده. يعني هو في يعني جوائز الدوله الاداريه التشجيعيه ناسين التصوير الفوتوغرافي خالص اصلا، يعني مفيش مجال التصوير الفوتوغرافي في جوائز الدوله ولا حتى التشجيعيه حتى، مفيش اصلا خالص. ولو في مش هيوصلوا للهواه، لان الهاوي مين هيرشحه؟ يعني بيرشحه دكتور في الجامعه ودكتور في المركز القومي، بيرشحه الجهه، مين هيحكم؟ مين مثلا هيرشح بسمه عشان هي خدت اكثر من جائزه؟ محدش يعرف، مفيش جهه حكوميه بتتابع. لا بس انا اعتقد انه شروط جوائز التشجيعيه مش لازم جهه ما ترشح، هو الشخص بيرشح نفسه، مين يعرف؟ بيتقدم بنفسه مباشره، مين يعرف الكلام؟ مفيش جزء انا ما اعرفوش، مفيش جزء يقول لنا يا جماعة قدموا اعملوا. فهو في الاخر دور الاعلام والثقافة ياخدوا بايد الفن التصوير. احنا في الاعلام هو يا باشمهندس يعني احنا بنعمل ده مجهود جيد، بس اي حاجة يعني يوصل للمتخذ القرار. صحيح باشمهندسة بسمة، يعني قلتيلي انت كنتي بدأتي مع ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي، الورش دي منتشرة في مصر ولا هي حاجة؟ هو انا بدي من قبل كده، يعني انا اتعلمت من قبل كده، بس انت ايش اخد الموضوع جديا غير من بعد الورشة دي؟ لا انا بتكلم الورش عامة يعني موجودة، بس محتاج يعني ان اعرف يعني امسك بس بتاعت في الخيط ومنه حد اعرف بقى الاماكن اللي بتقدم ورش موجودة. في اكتر من مكان يعني بيقدم، في اكتر من مكان، في حاجات بتبقى من غير فلوس خالص، مجرد ان تدريب، حد عنده شوية علم وعايز يساعد الناس، حد مهتم ان التصوير الفوتوغرافي ينتشر في مصر، فبيعمل ده من وقته ومن من علمه، مش من غير اي مقابل. كل ده موجود، بس ممكن تمسك طرف الخيط. واعتقد ان الامور واضحة، يعني واضحة وسهلة. فكرة التصوير بشكل عام هو مجرد كاميرا ودماغ وعين ومفروض بقى شوية المعلومات دي، اعتقد يا باشمهندس بسيط ان الواحد يتعلمها. لا مش بسيط، يعني في كل ده مبادرات فردية وفي ناس اكفاء جدا بيدرسوا، بس هي متشتتة. يعني ممكن اخد كورس هنا وممكن حد تاني يكملهولي، هو نأمل مثلا يبقى في الجامعات، في الكليات الفنون التطبيقية، يبقى في تخصص للتصوير الفوتوغرافي. هو التصوير الفوتوغرافي يا اما مادة من ضمن مواد، يا اما بيدرسوها بتاع التصوير السينمائي. يبقى في اهتمام، يبقى في اكاديمية، يبقى في معهد مثلا سنتين ثلاثة يطلع المصور الفوتوغرافي المتعلم كامل from A to Z. انا ما كنتش بقصد بانه الامور بسيطة، انه اقلل من شأن العلم بتاع، انا اكيد في علم وراء فكرة التصوير الفوتوغرافي، انما انا اقصد اقول السهولة جاية من انه اي حد يقدر يمارس، وهو بيمارس هيتعلم. طبعا ممكن يعني ممكن بالفترة يبتدي يتطور واحدة واحدة هيوصل، بس انا قصدي اللي عايز يوصل لمستوى عالي قوي لازم يبقى في حد منظم له الموضوع ده، سواء جاي حكومية او اكاديمية او معهد، يعرف يوصله للليفل الكامل في وقت معين ويديله شهادة انت بقيت معاك اساسيات التصوير الفوتوغرافي. طيب انا يعني سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وشرفتونا ونورتونا، وان شاء الله بالتوفيق في المسابقات الجاية. اخيرا قول لي باشمهندس جلال المصري، قمصير المسابقة والمعرض وكمان رئيس لجنة التحكيم، قل لي اللي جاي السنة الجاية ان شاء الله، قلت لي في شوية تطويرات هتحصل سريعا، ايه التطويرات الممكنة؟ هو على مدار السنة دي المفروض هنستغل الصور اللي كسبت والصور المميزة، تعمل معرض في كل بقى ومعصوعة اقليمية هنا في مصر وكمان هتبقى بره. جايز السنة الجاية مش هتبقى قاصرة على المصريين، جايز تبقى المقيمين في من الاجانب والعرب في مصر، يبقى يدي نظره اخرى، بس هي في الاخر لمصر. ممكن تبقى فرع جايزه، يعني جايزه للمصريين وفي فرع للاجانب المقيمين. ممكن بقى يقيم المسابقه ايه نقط القوه ونقط الضعف، واعتقد للاحسن ان شاء الله. متوقع السنه الجايه يبقى في اقبال اكبر بعد ما الناس صدقوا مصر قادره
باحد جهاتها انها تعمل. والله ممكن استغلال المسابقه دي كمان للترويج السياحي لمصر من ناحيه تانية، انه لو المسابقه دي تفتح فيها فرع عالمي مثلا وتبقى عن مصر برضه، فيجي المصورين من بره علشان يقعد اسبوع يقعد 10 ايام او كذا يجيب صور عشان يشترك في المسابقه. بس طبعا لازم حافز مالي كبير يعني. شكرا يا باشمهندس وشرفتونا ونورتونا النهارده المهندس جلال المصري قمصير مسابقه مصر جميله اللي اقامتها هيئه الاستعلامات مؤخرا، وقمصير المعرض وايضا رئيس لجنه التحكيم. شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا يا باشمهندس. كمان بشكر المصور الفوتوغرافي الصحفي واحد المكرمين في هذه المسابقه الاستاذ خالد بسيوني. شكرا استاذ خالد نورتنا. كمان بشكر المهندسه بسمه خالد مصوره فوتوغرافيه واحدى الفائزات في هذه المسابقه، مسابقه مصر جميله. شكرا مهندسه. اشكركم كمان مشاهدينا الكرام، وصلنا معا لختام هذه الحلقه من اما بعد. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. تحياتي لكم، الى اللقاء.